وعلى بركة الله متابعين قناة صوت العدالة، أسعد الله أوقاتكم أينما رحلتم وارتحلتم. بمناسبة شهر رمضان نتمنى لكم رمضان كريم، يدخل لكم بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. من مدينة أسفي وبالضبط من شارع بوردو عند أشهر بائع الحلويات الرمضانية، كيف ما كتشوفوا معنا هذا الشاب هذا اللي كيبيع الحلويات ديال رمضان، اليوم عنده واحد الإقبال كبير. هو شاب معروف في مدينة أسفي بحسن الأخلاق ديالو والتعامل مع الكليان. اليوم بغينا نتقربوا منه أكثر وبغينا نعرفوا واش العمل اللي كيقوموا به اليوم في البيع ديال الشباكية، واش كاين شي إقبال أو كاين شي تراجع. شريف الله يعاونك، كي داير بخير؟ انت راه معروف انك شبيه ديال اللاعب كريم بنزيما، بغيت نتقربوا منك اكثر. كيف داير الوقت خلال هذه السنه؟ واش كاين شي اقبال على الشباكيه كاين ولا كاين شي تراجع؟ كاين اقبال حول هذا الشهر المبارك، كاين اقبال الحمد لله على ورقه المصقيله على الشباكيه على. وبالنسبه للاثمنه واش تزادت هذه السنه ولا باقي نفس الاثمنه؟ تقريبا كاين شي زياده ولكن شي زياده ماشي كثيره، زياده قليله في بعض. ممكن ترفع صوتك؟ كاين شي زياده اللي هي قليله ماشي كثيره، بحال بالنسبه للمطبقه باقى نفس الثمن، كاين زياده شويه في البريوات اللي زادت واحد 5 درهم على حساب كاوكاو حيتاش غلا شويه وغلاء المواد الاوليه، راه كنقول شي عار هذا الشيء. انت معروف شبيه اللاعب بنزيما، شحال واحد تيقولها لك؟ تقريبا المغرب كامل. لاعب بنزيما لاعب كرة القدم اللي هو معروف دوليا، ولكن هذا اللاعب تبارك الله تا هو كيخدم بيديه، هذاك عنده رجليه وهذا عنده يديه. فكيف ما كتشوفوا معنا هنا، السلام عليكم. الله يعاونكم. بخير الحمد لله. الشباكيه شحال دايره؟ 30 درهم. 30 درهم الكيلو؟ 30 درهم. هذه عاديه؟ عاديه. كاين العاديه وكاين تاع العاديه، كاين ديال الدار كدير 50 درهم الكيلو، ملي كتكون زايده شويه في القوام. ديال الدار كدير 50 درهم الكيلو؟ 50 درهم الكيلو. وهذه؟ واللي بغى يجيب السلعه ديالته الكوموند ديالته حنا نصيبوها ليه كدير 70 درهم الكيلو، باش كنصيبوها كيلو تبيع. كيلو تبيع. بالنسبه كاينه المخرقه كاينه الشباكيه هي 30 درهم. 30 درهم. بليغه 35 درهم. بليغه 35 درهم. السيجار مع البريوات 40 درهم. السيجار مع البريوات 40 درهم. مع المقروط 35 درهم. 35 درهم. واش هاد الاثمنه كانت العام اللي فات بحال هكا ولا هاد السنه تزادت؟ كاين شي حاجه اللي كانت العام فات بحال هكا وكاين شي حاجه كنت زادت فيها شي زياده قليله بالنسبه ديال ارتفاع الاسعار ديال الزيت. بالنسبه للاقبال؟ والحمد لله الاقبال كاين الحمد لله. كاين الاقبال تاع الساكنه ان القدره الشرائيه او كاين واحد شويه تراجع؟ كما كتعرف الظروف راك عارف حاليا اللي كيمر منها المغرب كامل بسبب ارتفاع ديال الاسعار. إقبال اختلف شويه على السنوات الماضيه ولكن الحمد لله الحمد لله. مسمل؟ كاين مسمل عادي. هذا مسمل شحال داير ليه؟ هذا جوج دراهم. جوج دراهم؟ بالنسبه للفينو ديالو. كتخدموا بالطحين فينو يعني الطحين الممتاز. الطحين ممتاز. كاين هذا الملوي، كاين هذا الملوي ب 50 ريال. جوج دراهم ونص. كربونو. حاجه زوينه. ملويه هذه دايره جوج دراهم اونص اونص. وكاين مسمن العامر اللي كيكون بشحال هو 3 دراهم اونص، دقائق قليله يكون موجود. وكتعرف العسل هو 15 درهم لتر. العسل؟ اه 15 درهم لتر. وهذا هو المكونات اللي عندنا هنايا الحمد لله. الحمد لله. ثم معروفين في شارع بوردو كيكون عندكم اقبال الناس. فاش كدير حاجه زوينه وكدير الجوده وكدير السلعه مزيانه واخر ما كاين فيه في الانتاج راه ضروري ما كيكون معروف وضروري ما يكون عندك الناس، لان كل شيء ولا كيقلب على الجوده بغض النظر على الثمن. الثمن راه مناسب بالنسبه مع الجوده ديالها، الا كانت الجوده مرتفعه راه الثمن ديالها غيكون مناسب، ماشي غادي دير ثمن مرتفع ودير جوده هابطه فهنا غادي تقوم الافلاس ما كاين لا اقبال. الحمد لله الحمد لله. كما كتشوفوا معنا الشبيه بنزيما هو اللي عليه الفيلم اليوم. المحل كاين في شارع بوردو، شارع بوردو معروف بالمحلات التجاريه، كذلك معروف بلي سناك في مدينه اسفي، كيكون فيه واحد الاقبال كبير. ف كنتمنوا لكافه المتابعين رمضان مبارك سعيد بالخير والبركات وباش ما تمنيتو ان شاء الله.
ودمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. صافي كيدير بخير الله يحفظك. بالنسبه للورقه شحال دايره؟ الورقه 25 درهم. 25 درهم الكيلو؟ الكيلو ونديرها بالاحجام ديالها، كاين الورقه صغيره كاين الموايه. الصغيره هي اللي دايره 25؟ الصغيره دايره 25. والكبيره؟ نفس الثمن. نفس الثمن. كيف ما كتلاحظوا ان كاين واحد الاقبال رغم الظروف المعيشيه المزريه اللي كيعيشوها معظم المغاربه اليوم، ولكن كتعرفوا ان المائده المغربيه هي مائده فهمتي دائما كتكون متنوعه. المراه المغربيه فهي مراه تبارك الله طباخه ماهره، كتبغي ديما تشوف طابلتها تبارك الله عامره ومزوقه، رغم كنقولوا كما كنقولوا رغم الظروف رغم الامكانيات اللي كتعيشنا في هذه الحكومه ديال السي عزيز اخ النوش اللي خلات المغاربه كاملين اليوم كيعانيو، ولكن رغم ذلك مساكن المغاربه كيتقاتلوا، وهذا ماشي دليل على ان الناس عندها الفلوس، انما المغاربه مساكن الناس كرماء كيبغيو يتهلاو في راسهم ويتهلاو حتى في الناس اللي يقدروا يجوا عندهم ديار. فكنتمنوا لكافه المتابعين رمضان مبارك سعيد، نخويكم ان شاء الله بالصحه والعافيه والى بث مقبل ان شاء الله.